كابتن، مع المنتخب السعودي أبرز المحطات اللي عشتها مع المنتخب السعودي وين كانت؟ المنتخب الأول طبعا نعم، المنتخب الأول طبعا تأهلنا لكأس العالم 94 أربع مرات، بس لكن إنجاز الأول طبعا الكرة السعودية من 94 لحياة الأمير فيصل بن فهد ونائب الأمير سلطان بن فهد. أعتقد أنه قدمنا مستويات بأول مشاركة، قدمنا مستويات مرة ممتازة. أعتقد تأهلنا لدور 16 ولعبنا مع السويد. تعرف فريق السويد يعني يمكن تاريخ الكره السويديه افضل من تاريخنا، ولكن الحمد لله يعني كانت مشاركه مشرفه صراحه. انت تواجدت في 94 وفي 98 وفي 2002. صح. 2006 كنت احتياط المبرمج. غريب كان كابتن انه انت ما كنت اساسي في هذه. والله حسب راي المدرب، انا احترم وجهه المدرب. تعرف وجهه نظر المدرب انه مبروك يلعب وانا احترمها. بس حتى في المباريات الوديه انت كنت اساسي في اغلبها. الى اخر مباراه قدام توغو تغيرت وصار مبروك. حزنت كثير لانك خرجت من كاس العالم 2006 وما كنت اساسي؟ لا ما حزنت، بالعكس انا ومبروك والحراس اللي معنا اعتقد اننا كلنا. لا بغض النظر عن من هو الحارس الاخر. ما الحمد لله يعني انا مشارك ثلاث مرات في كاس العالم الرابعه. بس كانت تعني لك شيء لو شاركت في مباراه واحده؟ لا هي يقول لك تعني لي ان شاركت اربع مرات وانا مشارك كاحتياط يعني، حتى يعني انا ذاهب لو احتاجني المدرب في اي مباراه بنزل، ولكن كمشاركه اني العب خمس دقائق ولا عشر دقائق وتحسب لي مباراه هذه اعتقد انها ما هي بحلوه بالنسبه لي. طيب كابتن، الاحصائيات العماده العالم يمكن لو تمت المشاركه ممكن يختلف الوضع بالنسبه لك. لا ما كنت انا افكر اول شيء في العماده ولا افكر في المباريات، افكر في خدمه بلدي، ولكن ولا احنا مركزين على انه اكثر عدد، ولو احنا مركزين كان كل مباراه نلعبها، ولكن انا ما ركزت على الشيء هذا بصراحه. بس عدم وجودك 2006 في كاس العالم يعني اعطاك مؤشر ان انت لازم تعتزل، لازم تكرر الاعتزال بعدها واعتزلت اللعب دوليا؟ لا 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 يعني شوف بقول لك شيء، كانت رده فعل من كابتن؟ لا فهم تصريحي خطا، يعني انا فهم تصريحي خطا يعني، وكان بكيته المدرب رجعت وتعرف صرحت صار الكلام غير والعنوان غير. اعتقد ما ادري اغضب المسؤولين على الرياضه السعوديه صراحه انه هذا التصريح، يعني تعرف احنا ما احنا متعودين اصلا في اعتزال دولي. بس انت صرحت في لحظه غضب كان؟ ولا لحظه غضب، بالعكس ما لا لحظه غضب ولا شيء. كلمني صحفي قلت له انا بكلم الامير سلطان بن فهد اني خلاص يعني كل شيء حققته مع المنتخب وكل شيء سويته مع المنتخب واني بخدم النادي. لا هي فهمت بأنها رده فعل. يعني رده فعل اربع مشاركات بكاس العالم، يعني هل تتوقع اني ابشارك خمس مرات؟ مش صعب جدا. تتوقع يعني العمر ما يسمح. بس كابتن تتوقع انه كان هناك من لا يريد مشاركتك في 2006 اساسي؟ والله هذا في علم الغيب صراحه، ما اقدر انا ادخل في نوايا الناس ولا اقدر اني اتهم فلان ولا اتهم علان على انه هو سبب عدم مشاركتي، لان انا في مدرب اعتقد، واذا المدرب رضى بالتدخل اعتقد هذا احترامي له ما هو مدرب.